امبارح كان في ايضا اخبار وموضوعات مهمه جدا، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه موقف تنفيذ مشروعات تحليه مياه البحر ومعالجه الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول القادم. كمان كان في متابعه من رئيس الوزراء لمخططات انشاء مدينه راس الحكمه الجديده بالساحل الشمالي الغربي والمنطقه المركزيه العسكريه التي نظمت احتفاليه هامه لتكريم اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول. وقال رئيس الوزراء إنه في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي لمحطات معالجة ثنائية مطورة أو معالجة ثلاثية، وده بهدف إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع بيأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم من مشروعات بتستهدف تنمية وتطوير مناطق الساحل الشمالي الغربي علشان تكون أكثر جذباً للعمران والتنمية، مع استغلال ما تتمتع به هذه المناطق من مقومات وإمكانات بتجعلها مقصد سياحي عالمي. امبارح برضو الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع استكمال وتطوير ميناء عين السخنة، وده في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توسعه الميناء بصوره اكبر ليصبح ميناء عالمي من اجل استيعاب حركه التجاره الدوليه، وده في اطار تنفيذ الخطه المتكامله لتطوير منظومه النقل البحري والموانئ المصريه في مصر لتحقيق الهدف الاكبر، وهو تحويل مصر لمركز للتجاره العالميه واللوجستيات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية اللي قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن، نظمت قيادة المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة، عرفاناً بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي المصرية التدريب المشترك درع السماء بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب، فضلاً عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور الفعاليات، وده بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوي بجمهورية مصر العربية. امبارح استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية سعيد نوح حسن وزير الداخلية الجيبوتي، وخلال اللقاء أكد وزير الداخلية أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك، بالإضافة لتضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها في ظل المعطيات والتطورات اللي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم في جولة في المحافظات الجمهورية، ومعنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المصرية، وأبرزها كان رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في الإسكندرية بتكلفة بتصل ل 2 مليار و 300 مليون جنيه، وافتتاح أعمال تطوير محكمة الأسرة والطفل بمدينة بنها في القليوبية، وانطلاق فعاليات بطولة المدارس الأولى للشطرنج في بورسعيد، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي أكد فيها اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة دعم الدولة الكبير لمشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمبلغ وصل ل 2.3 مليار جنيه.
في الأليوبية تم امبارح افتتاح أعمال تطوير محكمة الأسرة والطفل بمدينة بنها، ودي بتعتبر الثالثة على مستوى الجمهورية ضمن أعمال التطوير. في المنوفية أعلن أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إنه تم إقامة 113 نشاط ثقافي وفني ب 28 موقع ثقافي متنوع خلال الفترة من 12 ولحد 18 نوفمبر الجاري، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع. في بورسعيد شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انطلاق بطولة المدارس الأولى للشطرنج المقامة بمدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية. في جامعة بني سويف أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عن عقد 55 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والجهات الخارجية من أجل تحقيق التعاون العلمي والأنشطة البحثية. في شمال سيناء استقبل المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أعضاء قافلة الأزهر الدعوية خلال وصولها لمدينة العريش. القافلة بتضم 16 عالم أزهري وداعيتين من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. في جنوب سيناء كرم المحافظ اللواء خالد فودة الدكتور عمرو أنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتور هشام مجدي من الطب الوقائي بالوزارة لمشاركتهم ودورهم في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ. في سوهاج أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قرار بفتح أبواب جميع مراكز خدمة العملاء حتى الساعة 4 العصر تسهيلاً على المواطنين للحصول على خدمتهم، وده في إطار التحول الإلكتروني. في الدقهلية أعلن المحافظ الدكتور أيمن مختار صرف 284 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر سبتمبر على مستوى المحافظة، وعددهم 662 أسرة. المساعدات دي تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.